إذن بعد ما عرفنا شلون نحسب الإزاحات ونحسب المومنت لكل نقطة ونحسب الديسبيسمنت لكل سبرينج معناته مقدار الكومبريشن أو التنشن بسبرينج ونحسب وأيضا عرفنا شلون نحسب المومنت في المرشل الكتلة اللي تعني بها حركة دورانية. الخطوة اللي وراها مباشرة نحسب الماس ماتريكس والكي ماتريكس والدامبيج ماتريكس إذا موجودة. طبعا هذا اللي احنا ماخذينه من المحاضرات السابقة، يعني مجرد تطبيق للقوانين. في عندي هنا كتلة تتحرك حركة خطية، وعندي كتلة تتحرك حركة دورانية، والدلتا مال الكتلة اللي تتحرك حركة خطية موجودة، والكتلة روتيشن اللي حول النقطة في الكتلة اللي تتحرك حركة دورانية. اوكي، هسه مجرد ما استخدم الماس ماتريكس احصلها، بافتراض اني احسبها بهالشكل هذا بانه الماس ماتريكس الماس ماتريكس هي عبارة عن ام واحد واحد، ام واحد اثنين، ام ون تو، ام تو تو. هاي هي الماس ماتريكس، ام واحد، ام واحد اثنين، ام اثنين اثنين. هاي قيمها، قيمة الكتلة في ان سكوير زائد المتوفر انرشيا في ان سكوير طلعت 13.75. ام اثنين اثنين هي قيمة الكتلة، لكن في ان اثنين تربيع في ان اثنين تربيع ام واحد اثنين هو قيمة الكتلة او ما كافئة او العزم المتوفر انرشيا في ان واحد ام اثنين في ان واحد ام اثنين. اوكي، فهنا يفترض انا حاسب بيها، انا حافظها ام واحد ظهر يسوي سميشن قيمة ام اي في ان واحد تربيع زائد الاي حول اي ريفرنس في ان واحد تربيع. اوكي، هنا عندي كتلة تحرك حركة خطية 30 مثل 30 كيلوغرام، وعندي موتوفر انرشيا حول النقطة بي. زين، فهسه اذا صار ام واحد معلومه، ام واحد اثنين معلومه، ام اثنين اثنين معلومه، كلها بالسؤال اخلي القيم هنا بالام واحصل الماس ماتريكس. اوكي، الخطوه الاولى اللي بعدها احسب الكي ماتريكس. كي ماتريكس هو كي 1 1 كي 1 2 كي 1 2 كي 2 4. ايضا نفس الحال اللي طبعا حافظين مثل كي 1 1 يسوي سمشن كي اي ان واحد تربيع زائد كي ثيتا في ان تربيع اللي جاي من الروتيشن حول هاي الثيتا. اوكي، حول نفس المركز. اذا وانا ما احسب الكي واحد واحد بنفس الطريقة نحسب الكي واحد اثنين، بنفس الطريقة نحسب كي اثنين اثنين، وهاي قوانينها جاهزة وقيمها جاهزة. هاي كي واحد واحد، كي واحد اثنين، كي اثنين اثنين، مجرد نطبق الحاسبة. اوكي، هسه اذا صارت هاي القيم معلومه راح تصير الكي ماتريكس معلومه. اذا نفس الخطوه بعد ما احسب الديسبيسمنت واحسب الماس ماتريكس واحسب الكي ماتريكس. اوكي، زين، اللي بعدها ورا ما حسبنا هاي الماتريسيز اثنيناتهم، هاي قيمه الماس ماتريكس، هاي قيمه الكي ماتريكس، على اساس لانه هاي هي ام 1 1، هاي هي ام 1 2، هاي القيمه هي ام 2 2، هاي القيمه هي كي 1 1، هاي كي 1 2، هاي القيمه كي 2 2. فتكون بشكل ماتريكس فورم اللي النقطه اللي بعدها الافرض. اوكي، خليني اشوف الشكل هذا ديسبيسمنت، خلي مجموعة نقاط. النقطة الأولى هي أحسب الديسبيسمنت، النقطة الثانية أحسب الكي ماتريكس، أحسب الإم ماتريكس. النقطة رقم ثلاثة نسميه إس ماتريكس، طريقة الإس ماتريكس. هاي شخص ايش احصل من عنده؟ احصل من عنده فريكونسي والمود شيب. اوكي، فريكون هاي اوميجا فريكونسي وهاي اف ساي المود شيب. زين، شنو الاس ميثود؟ الاس ميثود هي طريقه تشبه طريقه الدستور بحل المعادله من درجه بها جذرين. من هاي جذور هاي المعادله هي نسميها الناتشرال فريكونسيز، واللي عاده يمثل مطلب اساسي بمعادلات او اسئله 2 degrees of freedom.
زين هسه واحد من عندكم يقول هاي دكتور صعبة، شنو اس واحد شنو اس اثنين شنو اس ثلاثة، وشلون احسب شلون احسب قيمة الاوميجا واحد؟ شوف طريقة الحفظ بسيطة، خلينا اشرحها هنا في هذا المكان. للأسود زين هسه اذا اجي على الماس ماتريكس في ام واحد واحد ام واحد اثنين ام واحد اثنين ام اثنين اثنين. هسه اذا تاد اذا هاي هي قيمة الماس، اذا ناخذ الديتيرمنت الماس ماتريكس هذه هي قيمة السطر حاصل ضرب السطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب السطر الثاني او العمود الثاني اللي احنا القطر او العمود او يعني اللي احنا يعني يفترض حافظي. فهنا الديترم شو يساوي لي؟ كانه ام واحد واحد ام اثنين اثنين ناقص ام واحد اثنين تربع. زين هاي القيمة مو تماما تشبه هاي القيمة اللي قيمة اس واحد، معناته اس واحد يساوي لي الديترمنت مالت الماس ماتريكس. طبعا ما يحتاج تحفظ انه هلا مباشرة ادي الماس ماتريكس بس هذا الديترمنت يطلع لي اس واحد. وبنفس الطريقة اس ثلاثة هي ديترمنت الكي ماتريكس، وش يساوي لي؟ كي 1 1 كي 2 2 ماينس كي 1 2 سكوير. هاي اس ثلاثة. والاس اثنين بعد حالة وسطية كأنه بالضبط اس 2 يساوي لي كأنه ام واحد اثنين كي واحد اثنين زائد ام واحد اثنين كي واحد اثنين ناقص كي واحد واحد ام اثنين اثنين ناقص كي اثنين اثنين ام واحد واحد. يعني كأنه في علاقة بين علاقة اللي تربط الكي ماتريكس بالام ماتريكس. إذا كان الاندكس مختلف يعني هذا واحد بصفة اثنين واحد بصفة اثنين واحد بصفة اثنين واحد بصفة اثنين فحاصل جمعهم يعني ام واحد وام واحد اثنين في كي واحد اثنين زائد ام واحد اثنين في كي واحد اثنين. إذا كان الاندكس مشابه يعني شوف كي واحد واحد فتاخذ اللي عاكسه من الام، فهنا عندي كي واحد واحد فاخذ الام اثنين اثنين، وهنا عندي كي اثنين اثنين اخذ الام واحد واشارتهم هناك سالبة ما يبادل. هسه اوكي اذا حسبنا اس واحد واس اثنين واس ثلاثة انا ما اريد بالضبط اريد ان اغير قيمة الفريكونسي. اوكي الفريكونسي كانه يصير هاي المعادلة. ايضا شلون احفظ هاي المعادلة؟ هاي المعادلة طبعا ذكركم معادلة الدستور، بس احنا المعادلة بشكل عام شنو تقول؟ تقول اي اوميجا سكوير او خلي بشكل عام اي متغير اي باراميتر اي اكس تربيع زائد بي و بي اكس اي اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي يساوي صفر. شلون احسب قيمة الاكس؟ حقون ماينس بي بلس ماينس بي سكوير ماينس 4 اي سي زائد باي 2 اي. هذه المعادلة اللي احنا نقوم بها. الفرق الرئيسي عن هاي المعادلة العامة بمعادلتنا بأنه بمكان A أخلي S1، مكان B أخلي S2، مكان C أخلي S3. فهاي المعادلة اللي راح أشرها باللون الأزرق هذا راح يصير إذا أعوض عن ال B بالاس 2 وعن الاي بالاس 1 حيصير ماينس اس 2 بلس ماينس اس 2 سكوير ماينس 4 اس 1 اس 3 على 2 اس 1. هسه هاي المعادلة تماما تشبه هاي المعادلة صح؟ ايضا ما يحتاج احفظها بعد، احفظ بالي بينهم دستور، لكن مكان A و B و C هي S1 S2 S3 على التوالي. زين هسه النتيجة مالتهن راح ينطيني قيمتين، هاي القيمة وهاي القيمة.